المدينة المنورة الأستاذ محمد البلوي. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. مساء الخير على الجميع. الله يحييك يا هلا. بدنا نشكر الجميع على هذا الاجتماع وعلى الخطوة الرائعة هذه. طبعا ذكروا الأخوان اللي قبل طبعا أشياء تكون نفس المشاكل اللي تعنيها جميع الهيئات في المنطقة. أو نقول بنفس المقترحات اللي يعني تأتينا بنفس المرض. بس عندنا احنا مشكلة طبعا حالات القلب الآن في المدينة في مركز متقدم كبير يعني وفاين يعني شيء يعني ممتاز جدا. ف إلى الآن المرضى حقين المدينة إلى الآن يراجعوا في تخصص. رغم انه يعني جميع الحالات يعني ممكن يعني متابعتها هنا في المركز يعني باستثناء زراعه القلب يعني اما باقي الحالات جميع الحالات يعني حالات القلب اللي تتابع في المدينه ولكن المستشفى التخصصي ما يساعد على هذا الشيء لانه يعطي المرضى مواعيد فيجبرني المريض على صرف التذكره تمام ومن الحاله هنا المركز يقول له يبدا العلاج ما يعطيه حتى التحويل ما يعطيه فاحنا يلزمنا المراجع بالموعد فانا شايف في حالات القلب باستثناء الزراعه انها كلها تحال لمنطقه المدينه يعني هذا يعني النقطه الاولى تمام النقطه الثانيه اتذكر اشكاليه الارهاب الان مو زي الاول يعني بعض المرضى اجل الموعد تمام ويبغى يرجع يصرف تذاكر مره ثانيه واحنا نقول تاجيل المواعيد يعني الهيئه الطبيه في المنطقه تمام يكون عندها خبر بالتاجيل تمام عشان اذا كان المريض عنده تذاكر تمام يدفع التذكره الاولى اذا ما كان ما عنده تذاكر نرجع احنا نصرف له طبعا هذه كمان اشكاليه يعني نعاني منها كثير تفعيل الهيئه الطبيه في المدينه ويمكن اكثر الهيئات ما في خط مباشر بينها وبين التخصص فأتمنى أن تفعيل نظام إلكتروني عشان الواحد يرفع ويأجل الموعد ونساوي التقارير الطبية بدل ما نصلح قطارات ونسحب التقرير بصفة يعني سلسة ومستمرة هذه هي بعض المرضى يطلع الرياض عشان ياخذ علاج تمام اللي هو العلاج المبرد أو فأنا شايف بدال المريض ما يتعب ويصرف تذكرة له تمام؟ إنه صيدلية المستشفيات إذا كانت موجودة إنها تأمن من تبع المنطقة تمام؟ أو إنه إدارة التمويل الطبي في كل منطقة تمام تتأمن العلاج حتى لو عن طريق الشراء المباشر. بدال ما المريض يروح يكذب على نفسه ويصرف تذاكر عشان علاج. فأنا شايف إن في بعض العلاجات يمكن توفيرها من المناطق لو عن طريق التمويل الطبي. في المنطقة تمام ومنها عن طريق الشراء المباشر يعني بدون علاج للمريض اللي يروح عشان يصرف دواء هذه هي بصراحة يعني أنا شايف إنه جميع المناطق بحاجة إلى عيادات استشارية لأمراض الأورام وأمراض الكبد بدل ما يروح المريض السلسلة كلها عيادة استشارية تمام وهي كلها روحة أساس الاستشارية يعني غالبا فأنا أقول إن العيادات الاستشارية في المناطق تمام حتى يستفيد منها المريض حتى لو ما له موعد يرجع للعيادة هذه يستشير منها أي حاجة هو حابة يعني هذه هي حالات العقم توقف إلى 37 سنة في التخصص أنا والله أتمنى تبقى يعني تكون إلى 40 سنة لفتح المجال للناس أكثر طبعا المواعيد حقت العقم تعطى إلى سنة ونص سنتين وانا والله العظيم انا شايف يعني عياده النظر في المواعيد لانه مره يعني اذا انت تقبل على سبعة ترفض على 37 فانا احنا لما نرفع 37 يجي 39 وهي ما جاء ما وصلها الموعد فانا شايف والله تقريبا يعني المواعيد للمرضى او عمل عيادات مصغره في مناطق المدينه يعني في المدينه هنا تمام يعني للمتابعه يعني الاجراء العمليه الطبيه آه
بعدين انا شايف ان المريض توفي تم ادخال ملفه في تخصصي. انا شايف انه يحال الملف كله مثل تخصصي عن طريق النظام الالكتروني للطبيب المعالج هنا لكي يتابع حالته ويعرف تاريخ علاجه وتاريخ مرضه، يعني ابسطه واسهل له. يعني هذه الشيء الثاني، انا يعني الاجتماع طيب جدا والتجربه كانت طيبه وعمل رائع جدا، فانا يعني اتمنى بعد ان يتم اتخاذ القرارات في الاجتماع هذا انه يعمل استبيان لجميع المرضى في جميع المناطق عشان يعرفوا مدى تحسن الخدمه والرضا في ورضا المرضى عن الخدمه المقدمه لهم بعد الاجتماع اذا تم ان شاء الله يعني اتخذ فيه القرار. اخوي محمد، اخوي محمد تفضل. اخوي معك اخوي اسعد. شوف أنا الآن كل ما حيصير لقاء مع واحد حسأله سؤال ويجاوبني عليه مباشرة. تبغى ترتبط إلكترونيا فينا الآن ونبدأ بالأسبوع القادم المعاملة معاكم؟ أي ما عندك مشكلة. ممتاز. دكتور الآن محية، نبدأ نربطكم إلكترونيا دكتور؟ يعني تاخذ الخدمات، طباعة المواعيد، طباعة التقارير، أمور كثيرة جدا. دكتور محية؟ نظام الكتروني مثل مكتب التسجيل. لا يعني يكون في مكتب، يكون عندك انت انظمه الكترونيه في مقرك انت. اما بالهيئه لا. لا تحتاج، واذا تحتاج يكون عندك انت الخدمات هذه؟ احتاج باذن الله. خذ جدا ممتاز.